اليوم أولى أيام اجتياز مناظرة الدخول للمعاهد النموذجية، كل التفاصيل مع مدير الاتصال والإعلام بوزارة التربية سي المنذر العافي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي المنذر. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مشكور جدا على التدخل معنا. تقريبا أكثر من ساعتين تقريبا من اللي بديت مناظرة اجتياز أو الدخول إلى المعاهد النموذجية. خلينا ناخذ فكرة على الأجواء. المدارس النموذجية. نعم، إذا ناخذ فكرة معك على الأجواء عموما، على عدد التلامذة، على المقاعد، شنو جديد؟ شكرا. هو المناظرة مضاد دخول المدرسة العددية النموذجية محطة تقييمية لتلامذتنا في السنة السادسة من التعليم الأساسي، باش تنطلقت اليوم 20 وغدوة 21 ونهار 22 جوان السبت. النتائج تم الإعلان عليها يوم 7 جويلية إن شاء الله. بالنسبة للإحصاء العام، احنا عندنا السنة 59,072 مترشح. أي. مقارنة بالعام اللي فات 56,916، يعني فما زيادة 2,156 مترشح. عدد التلاميذ في السنة السادسة الكل 200,400، المترشحون للمناظرة 59,072، يعني ما نسبته 28% من التلامذة. من غير المترشحين عندنا 141,328. المقاعد المفتوحة للتناظر 3,850. باش ثم معناها عدد باش نذكره على سبيل الذكر، هو أن عندنا ذكور 26,550، وعندنا إناث 32,522، وعندنا بعض الإجراءات الاستثنائية في اللي بالنسبه لتلامذتنا السيزيان، انه في تضخيم الخط لذوي الصعوبات وبعض الصعوبات. تضخيم الخط عندنا 12 تلميذ، اضافه ثلث الوقت القانوني لكل حصه عندنا 48 تلميذ، وتقديم المواضيع بطريقه براي عندنا زوز تلامذه. دونك الاجواء عاديه جدا، ولاجراء الامتحان في ظروف طيبه، في عرس منها نتاع الامتحان ان شاء الله يتعدى سلامات، وان شاء الله تلامذتنا المتميزين حصلوا على مقاعدهم في النموذج، علما انه كل تلامذتنا متميزين 200,000 في السيزيان متميزين. وكلهم تلامذتنا وكلهم جديرون بالتميز في سواء في التعليم النموذجي او في التعليم العادي، لانه في الاخر سيفضي كله الى 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 الى, إلى الجامعه والى البكالوريا ان شاء الله. ان شاء الله نمنوا لهم مستقبل طيب. باش نذكر فقط انه اليوم عن العربية وبعدها الإنجليزية. على ذكر العربية سي المنذر، جانا تعليق توا يمكن عند والية تقول لنا راهو حصل توا الامتحان العربية في المتناول. اي لا نعم، معلش حبيت نقول لك اللي معنا ما سجلنا حتى ملاحظة ولا إخلال، لأنه في النهاية المواضيع كلها مرتبطه بالبرامج الرسميه اللي قراها التلميذ في القسم. دونك رجعنا التلميذ الى القسم، بعدناه على الكتب الموازيه وعلى دونك التلميذ مرتبط ببرامجه الرسميه اللي قراها. عندنا غدوه الحي الجمعه 21 جوان ان شاء الله، عندنا الفرنسيه من 8 ل 9، وعندنا الايقاظ العلمي من 9:30 ل 10:30، ونهار السبت باذن الله من الساعه 8 الى الساعه 9 الرياضيات، وان شاء الله بالتوفيق كما قلت لتلامذتنا وبالتميز، علما انه مراكزنا مراكز الامتحانات راهي مامنه كالعاده بالامن الوطني والجيش الوطني وكل والصحه وكل المتدخلين في العمليه. نفس الاجراءات اللي تمت في البكالوريا تم في السيزيام وان شاء الله في النوفيام ان شاء الله. وشكرا لكل المتدخلين في وزارة التربية باعتبار ان الامتحانات الوطنية هي امتحانات تهم الناس كله، تهم العائلات، تهم المجتمع. ان شاء الله بالنجاح للناس الكل. فقط خراجع معك مسألة المعدلات، شكون المخول اللي يدخل انه ينجم يكون موجود في المدرسة النموذجية؟ عندنا 3,850 بوست، وبالتناظر معناها المقاعد وفق المعدلات، معناها المعدلات اعلى معدل هو اللي باش ياخذ يتحصل على، اما ما ينزلش يهبط على 15 في الاخر في نهايه المطاف. مش اقل من 15 معدل، مش اقل من 15، ينجم يكون اكثر من 15، فهمت؟ اكثر معناها مش اقل من 15. سي المنذر معناتها الاولويه للي اكثر من 15 معدل.
الأولوية بطبيعة الحال بالتميز لأنه هي المناظرة في الأخير. أي واضح. إن شاء الله إن شاء الله هما الكل متميزين. كلهم متميزين وإن شاء الله ربي معهم ونحبوا نخفوا عليهم الضغوط ونحبهم يعيشوا حياتهم عادية باعتبار أنهم يدرسوا في منظومة تربوية إن شاء الله معناها كلهم يجدوا فيها حظهم سواء في المدارس النموذجية أو العددية النموذجية ولا العددية العادية. مشكور جدا سي المنظر العافي على التوضيحات هذوما الكل. حوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم. أنا من خلاله رسالة للأولياء.